تجارب حلوة ومغامرات أحلى من قلب الجزائر. الجوال الآن. تراد برنامج تاع اليوم سيبون يا دراوي. بلاصة لنا في هذا هنايا ماشي بعيدة على الواد البارد. الواد البارد على حسب ما راه مكتوب هنايا فيه لي فامي، فيه دي ريستورون. دروك ما على باليش الا نلقوهم ولا ما نلقوهمش، غادي نروحو انا وياك نكتشفوهم مع بعض ونشربوا الماء من الواد البارد. ومن بعد يا بخي نروحو للسطيف ثاني ما راهش بعيده منا. السطيف العالي. السطيف العالي ونشربوا من عين الفواره. معناتها جورني ما اليوم غير الماء، نشربوا الماء ريجيم تحويسه والماء. مازال ما تدينيش في لافا نروحو كاش ما نلعبو نشوفو. هاي نوضي باتوا معنا انا وانت. الوجهه تاعنا اللي رانا رايحين لها هي واد البارد، وهذه المنطقه اللي تبعد عن عاصمه الولايه سطيف بحوالي 55 كيلومتر. حابين نكتشفوها معكم وكنا نتسالوا عن الطريق اسكو مليحه ولا لا وكيف نلحقوا لها. يلا يلا تبعونا. واد البارد انا لفت كي بدينا نديو الطريق جايين واش لاحظت ان الطريق مخدومه حتى البلاصه اللي رانا فيها. انا اول مره نزوره عجبتني بزاف ليكسبيريونس. جينا داخلين قارينا لقينا باركين. شفنا الغاشي لي فامي صالح وكاع جو تريح. انا غير نزلت من الفان بديت نشوف ديك الخضوريه، تسمع الحس تاع الماء جاي من البعيد. حس بلي بلاصه حيه سيتو مع الماء، تسمع خرير المياه وكاع بلاصه تحسها حيه تاع الصح. نزلنا بون جينا نتمشو. حاجه اللي فاجاتنا اننا كاين اللي يبيعوا المايس، حنا نعيطوا لها المايس، كاين اللي يعيط لها الذره. كاين حبه واجده عطيني هاي طيب عطيها لي كيما راهي. 5000 هو اللي يسلك لك هذوكا. الله يسهل عليه. الله يسهل عليه. سايو سي بون يا هاك. هاي 5000 تاعها خلاص هاي. اه سايو. اه خرشو. اه خرشو. اه شطوة تديها دفوة. فقنا لك فقنا لك. من بعد جينا طالعين لقينا الناس يبيعوا الحشايش من باشيرة بيان سور. تموت على الحشاوش، تموت على لي تيزان وصوالح. ها ها كيما هذاك تاع الحجر. تاع الحجر؟ ها تاع الكلاو. تاع الكلاو؟ ها كل ساعة الحجر. نعيطوا على كل ساعة الحجر. بصح هذا راه الورد وهذه هي ثاني كسات الحجر. لقيت الحشاوج اللي نحبهم، الزعتر، الكليل، الكليل اللي نطيب به ونحب نشرب ليه تيزان. هذه وشنو؟ الشيع. الشيع. ولقينا ثاني زعرور ضختها بزاف بنين. زعروره زعروره. جامي تلاقيت بها هذه. بنين. قال لك يدي واحد 10 كيلو، قلت له واش راك تعاود له البيع في بلعباس بالك. هي قبل ما تلقاو ما نقدرش من ريحه الشواء وانا متفاهمين باش ما ناكلوش، قلنا اليوم نشربوا غير الماء. وانا كي نكون ندور في وسط الغابه نحب ناكل. شمينا الريحه ملي رانا جايين. جات ليكيب جوال انس مباشره مع الجوع. صافي تبارك الله. ريحوا ريحوا تغداو.
انا الاخضر الدعاشي، عندي المحله هنايا ونستقبلوا في الناس ورا نديروا كل جميع الماكولات، يعني كل ماكوله كاينه. لا الحمص كالوب كاين كلش نفس حاجه. اسمح لي عمي الاخضر، حنا قبل ما نقلعوا الجوله تاعنا تفهمنا نشربوا غير الماء. الماء دوريجينا ها، تما نشربوا الماء من الواد البارد ونشربوا الماء من عين الفوار. هاي الصوص هاي الصوص الفوار ندورها منها. بصح تشربوا منها من الاسمه تريك من باسوس. سما انت ولي تجول بينا اليوم، انت ولي تدور بينا، انت اللي تهلا فينا. هيا روح نضربوا دوريه، نضربوا دوريه نعاودوا نجوا جنبه. هيا هيا روح. بغيت نصي كامل الخضر وهذا الماء صالح للشرب، نشربوا منه نورمال. كل كوم وشي عوم وعوم واسمو تشرب على روح. اييه تمام. اوكي نسترسى ونجي واحد الطروب. سمح لي. نجي واحد الطروب كيلو ولا 4 كيلو. انا راني باغي نخدم طرافرسي هذيك. خليك مع ماشي. انا نروح ليه. يحب بزاف. مازال طلعت الشله. اوكي انا من هي عمي الخضر باش نقول لك انس يحب بزاف المغامرات ويغامر. بون انا نسكسيك عمي الخضر، هاد لي سورس نديه الفوق، نديه هنا جايه لا سورس. تجي الفوق كامل. نديه يجي واحد 3 كيلو ولا. كيف ما البلاصه بين اكثر من لهنا. جايه من تمر جاجوت. هاك البلاصه من تمر جاجوت. تمر جاجوت. هاد البلاصه اللي رانا فيها جايه في الوسط ما بين مثلا جايه وسطي. جايه هذه جايه هي كانت الاصل تبع الجايه هذه. جا واحد تقسيم داري في 85 يبوها للصيف، هذه يبو عندها اسم ورثيلان، كاين بزاف يبوهم للصيف. للصيف. يا وما قبيله برج كل قبيله هنايا. وقتاش؟ تبع الصيف. والغاشي هنا واش من لابيريود اللي تكون الفطره اللي يكون فيها بزاف الغاشي؟ جوان بجوان وروح، جوان او سبتمبر، سبتمبر صايب، مي خاص كيدخلوا الدراري وانت سكولار صايب. يتبعوا البروده. مع البروده مي الصيف يا رمضان رمضان راسك يحبس لا بريبار، يجيو من العلمة يديروا يظلوا هنا حتى قريب يذن باه يروحوا. صافي باش الماء ما يدي الماء كما جابني انس ندي الماء. اليوم لازم تدي الماء. ها يا مال عمي الخضر نكملوا. انا نهضر مع عمي الخضر وهو خلانا انس يحب بزاف يغامر. فضلت انني نروح نتوشي بيديا ونغامر ونشوف على شي يعيطوا لها الواد البارد. فينا المون كي تمشيت وحطيت يدي هذا وين فهمت على السمو الواد البارد هذا وين. والماء تاعها بارد. هذا في الصيف ما تلقاش كيفاه تشوفوا هنا بالغاشي بليجان الناس اللي تعوم. البلاصه مازالها كما نقولوا عذراء فيغش. مازالت مازالت فيها شويه خدمه، مازال لازم خاصو شويه حوايج امكانيات. نتمنى ندير كاشو بار صغير هكذا. ولي خممت خممت السياحه باه نطوروا منها، باه نطوروا فيها بيا، يعاود يجيونا منه ومنها سواح ما كي نطوروا فيها بيا، يعاود يجيونا مثلا من برا، كانوا يجوا من تونس اسمه جو من اسبان. جا المغامر ياك سلامات ما صرا والو ما كاش طيحه. كاينين بزاف هذوك اللي يطلعوا يسقولوا هكذا الجبال هذاك صح. كاينين نورمال غدوهم جايين غدوه كاين واحد الفرق يجي عيطوا لي البارح. انا قاعد نستنى فيهم انا خلاص. انا عندي الدار هنايا روح الله غير تبات تاكل تشرب وتنهار. ما تبعهاش تضرب على الوقت قهفات يجري كاع ما بلاصه ما تنشبعش. جولوا في بيتكم كيما تحبوا خويا، تباتوا عندي ريحوا الدار داركم. انا نتمنىكم تزورها وتعيشوا الاكسبيريونس اللي عشتها انا وبشير. قولوا لكم جولوا بلادكم.
تماك منا صح كاينه حاجه اللي يسموها الحداثه، يعني كاينه حاجه اسمها بارك مول. طلعنا لسباس وين كاين الجو وين كاين الالعاب. كالعاده تواصلوا هنا لكم، ما بحروكش بلاصه ولا نحتاجوا واحد اكيد اللي يورينا البلايص ويفهمنا ايتو. تلاقينا بعد المنعم عبد المنعم مشرف عام على مستوى فضاء دريم جيمز مركز تجاري بارك مول. باغ كونت كي شافت باتينوار لوغ بغات باش تروح تسي. نشوف تلفزيون هكا نشوف باتينوار في التلفزيون، كان نقدر نقول لكم بتي غاب هكا نسييه. هاي انس كانت مقارع بلي باشرة تطيح ونستشفى فيها. أنس طويشي قاعد يتبع يتبع فيها باش يطيحني. فينالمون طحت أنا. الأول نحسب لي كان يقصر، مي كي سقسيناه خدا ضربة على الصح. باشيرة نيتي با سي كوراجوز كيما انس، لعبت معنا لا باتينوار، ميم انس كان كوراجو ان بو دا ماكريكو دا طيحات. ابخي من بعد لي جو الصعاب ما باشيرة ما بغاتش، ما عيت فيها ما عيت فيها والو، الوغ نسيتهم. مول سي ان سونتر كوميرسيال للوزير، بارك مول يحتوي على العديد من المرافق كما يتوفر ايضا على الفضاء، فضاء دريم جيمز، فضاء الالعاب والترفيه والعائلات ليقصده العائلات من جميع ربوع القطر الوطني وحتى الاجانب، لانها تشجع السياحه في الجزائر وتشجع السياحه على مستوى ولايه طيف. Thank you.
لي جو صعاب ما باشرة ما بغاتش ما عييت فيها ما عييت فيها والو الوغ سيتهم وحدي انا دونك نبغي الادريالين تطلع درنا بولينغ انا وين ما نروح لونسي شحال نلبس سما كاع الشاب عارف شحال نلبس وين ما نروح باش تقول 38 وانا نقول 41 احنا لعبنا لازار درنا ايكيب فاس الاول زونفون كيفاش فرحانين كيفاش يجروا من مور لي جو قول عبد المنعم يعطيك الصحة حوس وتجول في بلادك كان نهار شباب اللي جوزنا هنا وأنس من واد البارد إلى سطيف المدينة وين لعبنا وتفكرنا طفل صغير اللي مخبي فينا تفكرت حاجة على بالي كامل شفتوا الفيلم كحلة وبيضة للمخرج عبد الرحمن بوقرموح وأيضا استمتعتوا بزبايل تاع ربيع وهذا كامل على جال اختو ساسية باش تبرا شنو نروح نبيع لك هيا نروح عند امي صالحه عمك صالحه يا عرسي كبير زاوي على البنات لا 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 وبلا ما ننساو الفريق ديال سطيف لونتونت خذ روق نخليكم تستمتعوا بغروب الشمس في مدينة سطيف العالي.